تحية لكم مشاهدينا وحلقة جديدة من قضايا تشريعية نناقش في هذه الحلقة مشروع قانون تقنين أوضاع مخلفات البناء والتصالح فيها بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. معنا في هذه الحلقة الأستاذ طارق فتح الله خبير تطوير العقاري، بنرحب بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. متابعة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي أولا وبعد نبدأ حوارنا. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به. ووفقا لنص المشروع يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه. المخالفات كذلك التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضري عليها، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة واللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح وكذا اختصاصاتها وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان. برحب بحضرتكم مرة تانية وبنبدأ حوارنا مع ضيفنا الأستاذ طارق فتح الله خبير التطوير العقاري. يعني أستاذ طارق، إزاي شايف أهمية التعديلات الجديدة في مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها؟ أولا أنا بتشرف أن أنا دائما بباجل مش الاستوديو ولكن أدخل مبنى التاريخ والإعلام في ليست مصر ولكن الوطن العربي وأفريقيا، فكأني داخل محراب مش داخل استوديو، مش قناة خاصة داخلها واعمل برنامج وقت، لا، فده بيبقى شرف لأي حد انه يدخل المبنى، هذا المبنى الكيان الإعلامي للعرب كلهم وليس لمصر فقط. يعني شكرا لحضرتك واحنا سعداء بوجودك معنا. انا اسعد. شكرا. بالنسبة للتعديلات اللي دخلت فعلا كانت مطلوبة، لان انا اولا واحد من الناس اللي عاش الفترة الأولانية في القانون الأولاني 2017 بكل تفاصيله وأدق تفاصيله. تمام. وكان مليان مشاكل كثيرة جدا جدا، يمكن طبعا التعديلات دي جت تعالجها بشكل كبير. أهم حاجة التعديلات اللي أنا شايفها إنها بتعالجها اللي هي الحقوق الارتفاع، رفع القيود عن الارتفاعات، لأن كانت التراخيص كلها أرضي وثلاث أدوار، حتى لو الشارع عرضه
30 متر ارض طبعا الشركات المولات واقفه، مفيش فرص عمل، مفيش عمل نفسه. فلسه كانوا حتى من كام يوم في احد القنوات الفضائيه بيصوتوا يعني مع المذيع اللي كان في البرنامج، الحقونا يعني سيبونا نشتغل، احنا بننمي القطاع العقاري وننشئ سواء عماره او برج او حسب الارتفاع مره ونص. ليه ما بتطلعش الحاجات دي؟ هنا التعديلات دي حلت فكت اخطر اشتباك كان في التراخيص المباني. دي كانت مهمه جدا، ودي اعتقد ان هي هتساهم كتير في استقرار اسعار القطاع العقاري. ان كان مكان ما فيش تراخيص فبقى المطروح هو اللي موجود سعره غالي. لان كان الطلب اكتر بالعرض. صح. مع تنفيذ هذا القانون هيبقى العرض مساوي للطلب. هيزيد المعروض. فهيهدى هتهدى الاسعار. وهيبقى في استيعاب كمان لتزايد الكثافه السكانيه. بالظبط. يعني توسع راسي مع التوسع الافقي في المباني. فده هيخلي الاسعار تبقى معقوله زي ما حصل في موضوع السيارات. لكن هو تم رفع القيود على الارتفاعات في كل المناطق ولا؟ لان في بعض المناطق مثلا فيها مطارات وغيره فبيبقى صعب فيها. اذا كان فيها مطارات يبقى بشرط موافقه الطيران المدني. تمام. او الاثار او الحاجات اللي فيها يعني خصوصية موافقات. يعني صدر وافد الطيران المدني وافق خلاص يعمله. لكن مصر مش بس مطار، مش مطار، لا دي مصر صحيح. يعني أنا صحيح احياء ياما. ولكن هنا النقطه في يعني برضو قبل ما اقول المشكله واقول حلها، التعديلات برضو ساهمت ان الاحوال يبقى في احوزه موجوده يعني المحافظين يشتغلوا عشان يعملوا احوزه، وليس بالتصوير الجوي، لا بالتصوير الواقعي ايه. عشان تطلع الحاجات اللي هي تخلليه متخللات الاراضي اللي ممكن تطلع ويتم البناء فيها. الحاجات دي ما كانتش موجوده الاول، كانت عامله مشاكل للناس. زائد كان هنا الاول من فتره اولانيه بيقولوا حوالي 2,800,000 ملف اللي تم دخله للتعامل عليها، وده مش كافي 25%. طب هل انا كمسؤول وفرت الطاقة الاستيعابية من عاملين للي أنا عايزه بقى في القانون الجديد؟ لأن يعني التعديلات دي هتفتح باب، أولاً اللي عمل مخالفة بعد 2017 هيتصالح، وده كم كبير جداً جداً. اللي عايز يعمل تراخيص، اللي هيعمل يعني حاجات كتيرة جداً عالجها القانون الجديد، وده هايل. أنا بصني على الحكومة إن هي عملت التعديلات دي في الوقت المناسب، لأن كانت مطلوبة جداً جداً. ولكن الأحياء دي بقى وهي مسؤولية مش رئيس الوزراء، مسؤولية وزير التنمية المحلية. هل انت حضرت او جهزت بالظبط عماله؟ هو ده هنا سؤالي تاني اللي كنت ساله حضرتك، وهو الجهه المختصه بالتنفيذ وهل هي على استعداد للتنفيذ حاليا؟ هقول لحضرتك اشرحها لك من واقع تجربتي اللي انا عشتها سنتين معاه. تمام. التجربه دي بتروح الحي بتقدم على الطلب عشان تصالح، ثم الطلب ويا عالم بقى هتعرف تلاقيه ولا لا بعد كده، دي مشكله. ازاي؟ ومش عايز اقول اسم الحي بالتحديد عشان بس ما يوجهش يبقى الموضوع تضييع. مفيش داعي. يعني لكن هم يعرفوني من خلال اللي انا بقوله يعني. يعرفوا انا اقصد حي ايه. المهم بعد كده بيتحول الملف على اللجنه الفنيه دي في مكان تاني خالص، اللي هي بتحدد لك ميعاد اللجنه المعينه للمكان بتاعك. دي تقعد فيها شهور عشان اللجنه تنزل لك. هنا في مشكله في التطبيق. والمشكله دي هتفضل موجوده، لازم يتحط لها علاج. اولا من الناحيه البشريه العاملين في الاحياء ما يقدروش يستوعبوا ده كله، اللي جاي ده هيبقى اكتر من اللي فات، فمش هيقدروا يستوعبوا ده، عددهم قليل جدا، هيتحملوا ايه ولا ايه؟ ده انا شفت حالات موظف قدم استقاله حتى يعني، والله قصادي وعايز يتنقل، عايز يروح اي حته غير الحي، مش قادر يعني، تعب اعصابه، تعبت اعصابه لغايه لما اقنعوا زمايله انه يفضل موجود. احياء عباره عن ايه؟ مركز تكنولوجيا واداره الاسكان فوق. ده بيحصل يمكن في حي او اثنين ده نموذجي، لكن معظم الاحياء ما تلاقيش النموذجيه دي موجوده، والدنيا متلخبطه مش لاقيين، وياما قعدنا مع رئيس الحي في اجتماعات الاسبوعيه والملفات فين مش لاقيين، الملفات ضايعه مش موجوده، لخبطه يعني. ما هو قدره بشريه مش قادره هتشيل ايه ولا ايه يعني، انت عارف لازم يبقى فيه تنظيم و دعم القوى البشريه دي بقوة اخرى بشريه عشان تتحمل تغطيه اللي جاي ده، اللي جاي ده اكتر من اللي فات. احنا بنقول 25%، احنا عايزين بقى 75. هتقدر القوى البشريه اللي حاليا موجوده تشيل 75%؟
تمام. هي دي صعبة جدا، لازم أدعمها، أحضر على الأرض البشر الأول اللي هيشتغلوا، عشان أبقى لما أجي أطبق القانون يبقى هم جاهزين لتطبيقه. محتاجين إيه كمان؟ أدوات لوجستية، كمبيوترات، وسائل اتصال من تحت لفوق من فوق لتحت، يبقى فيه دايما دعم موجود فني وبشري، يبقى موجود ليهم، موجود وإسابة ليهم، مكافأة ليهم، مكافآت ليهم. هم الناس دي بتدخل أو هتدخل خزانة عامة للدولة زي ما دخلت قبل كده أكتر من كذا مليار، ولسه هتدخل تاني. لازم أحط برضو قواعد مكافآت ليهم عشان أشجعهم دايما إن هم يتعبوا أكتر ويسهروا إن شاء الله يباتوا، بس لما يحسوا إن هم يجي لهم عائد أو مكافأة على سهرهم ده هيتلاقوا منهم، لكن بيحسوا إن هو ياخد مرتبه كل شهر زيه زي غيره، يبقى هو يعني يهلك نفسه ليه وسط آلاف وطابور من طلبات التصالح واقفين فوق بعض. يعني دي كانت ظواهر، وانا صورت جزء منها وبعتها رئيس الحي ساعتها ونزل له وشاف الدنيا عامله ازاي يعني، وخدني معاه وحطينا قواعد في الحي ده واشتغلنا بيها. بس ظلت المشكله عدد القوى البشريه اقل بكتير من عدد المواطنين اللي جايين يطلبوا الخدمه. فدي بتبقى ده لازم اناشد وزير التنميه المحليه هو اللي يعالجها مع المحافظ. نمره اثنين، الجزء بتاع المعاينات اللي بتروح منه الطلبات للجنه الفنيه ده في مكتب النائب لاي محافظه. فتعالى مثلا منطقه زي الجنوبيه، منطقه جنوبيه لمحافظه القاهره، فيها 12 حي. يبقى فيها مكتب نائب واحد، وهي المكتب ده اللي شايل كل الاحياء دي كلها عشان معاينات. طب ازاي؟ لازم يحصل اعاده تنسيق للكلام ده بالمكتب النائب. اللجنه الفنيه بقى ليها اكتر من مقر متوزعه، ما مش ممكن يجي من واحد من مايو يجي زهراء المعادي عشان يشوف المعاينه بتاعته امتى، ويجي مره واثنين وثلاثه. لا، الورق تم اللي هو سلمه ده، ما هو ده بتاع المعاينه، يرجع يطلب منه ورق تاني موجود مش موجود، لا عايزين صوره الحديده اللي عندك، صوره مش عارف ايه، عايزين مش عارف سي. ما هو ده الطلب، الطلب لازم الاول هي الطلبات بتاعته تكون مستوفيه، طالعه من الحي مستوفيه. اللجنه ما دور ان هي تحدد ميعاد المعاينه، وهي تتصل بالمواطن، المواطن بينزل يدوخ كتير جدا على اللجنه عشان يحدد معاها ميعاد معينه. هنا يبقى في مكتب اكتر من مقر. يعني منطقه جنوب القاهره دي حلوان ومايو والمعصره يبقى دي لها مقر للمعاينه، مكتب لجنه. بقى بعد المعصره ترى والمعادي بقى والبساتين ومدرسه ثانوي يبقى لها مقر، مش كله داخل مقر واحد في عند الجامع الكويتي مكتب النائب الجنوبي. ما ينفعش ضخم عدد بيخش برضه مواطنين على اللجنه. تمام. مش ملاحقين. المشاكل دي هي دي اللي عطلت تنفيذ طلبات، حاجات كثيره معلقه حتى الان. مش عشان تعديلات القانون، لا، عشان مش عارفين يعني اولهم من اخرهم ايه. نعم. فده وسائل التطبيق اللي انا شايفها انها تبقى موجوده ضروريه من قبل ما يبقى القانون في حيز التنفيذ. تمام. طيب حضرتك شايف تأثير تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها على سوق العقارات بشكل عام، من حيث نمو هذا السوق، من حيث قوة تأثيره، العمالة في الأسعار وغيره من اقتصاديات السوق نفسه؟ بص، هو سلاح ذو حدين، لأن احنا عندنا مشكلة في الشعب، احنا مشكلتنا كمصريين إن احنا نحب قوي نخالف. عندنا مرض اسمه آفة اسمه المخالفات. يعني مثلا تركب مترو أنفاق يبقى أنت جوه المترو تحت ماشي ومحترم القطاع عارف قانون هيتعاقب. تطلع من المترو ممكن بقى تعمل أي ترمي ورقة ترمي في الشارع. طب ليه هنا حافظت على قانون وخفت عشان في عقاب؟ عشان في عقاب، في منظومة. بالظبط. لازم يبقى دايما برضه هنا نفس الشيء، يبقى قانون فيه عقاب. ما ينفعش ان انا يعني ده طبعا اعتقد ده اخر تعديلات تتعمل في القانون عشان ما حدش يبقى له عنده حجه. كل المخالفات هيتم معالجتها وتقنينها، وده هيساهم فعلا زي ما حضرتك قلت ان سوق العقار هيبقى له توازن موجود، وترجع الناس اللي عايز يبيع اللي عايز يشتري ايه الحاجات دي كلها. النموذج 10 ده لما الواحد بياخده في الاخر بيبقى ده صك معاك رخصه كامله خلاص. بس عشان يوصل برضه نموذج 10 ده الله اعلم يوصل له بعد كام شهر. موضوع برضه ما اقول لك التطبيق ده محتاج ورشه عمل نقعد فيها مع المختصين ونقول لهم الطريقه المطلوبه ايه المثاليه لتنفيذ القانون الجديد عشان يؤتي ثماره للمواطن والخزينه العامه للدوله في وقت مناسب. ما يبقاش لكن لو مشيت كده هتبقى لكن معالجه المخالفات ومعالجه زي الارتفاعات
زي حدود التنظيم بعد ان تم التوافق عليها وتقنينها. طبعا ده بيخلي كل حاجه بقى، يعني اللي كان بقى مش عارف يبيع، مش عارف يشتري، مش عارف، بيخلي السوق بيخلي القطاع العقاري بينمو في العقار، وده بيساعد على يعني اعتدال الاسعار من جديد، تعود من جديد الاسعار. تمام، مناطق وصل الارقام فلكيه يعني. طيب احنا معانا على التليفون دكتور ياسر شحاته، خبير التنميه المستدامه والتنميه المحليه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهميه مشروع قانون تقنين اوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها بالنسبه للقطاع العقاري، بالنسبه للتنميه المحليه والتنميه المستدامه ايضا. اولا يا فندم، الدوله المصريه كانت حريصه منذ فتره طويله لاحداث تقنين، انا بيتكلموا على قانون التصالح، وانا بسميه في الحقيقه قانون التفاهم، قانون التفاهم بين الدوله المصريه وبين بعض الذين يتعدون على الاراضي الزراعيه او مخالفات بناء بشتى الطرق. ده تقنين الاوضاع، او النهارده لما اعمل عمليه تفاهم وتقنين اوضاع، ده في صالح التنميه المستدامه وفي صالح عجله التنميه اللي بتحدثها الدوله المصريه من منذ النصف الثاني ل 2014. النهارده القانون ده بيصلح عندي بمنتهى البساطه عشوائيه التفكير، ان انا النهارده لما ابدا اتعدى على ارض زراعيه او ان انا ابدا اشتغل على بناء عشوائي غير مخصص وتعدي على رقعه زراعيه كبيره والدوله المصريه في امس الاحتياج لهذا الصدد، النهارده ان انا باحدث عمليه ايه؟ تحويل مسار او تعديل مسار، لان انا النهارده لما يبقى في عندي مباني في اماكن غير مخططه ده بيركز او بيضغط على المناطق الخاصه الممتده لهذا القطاع، بيحمل الشبكه عبء كبير، بيحمل الدوله ايضا من خلال المشروعات بيحملها عبء اكبر. فالنهارده لما يبقى عندي قانون بينظم العلاقه بين اصحاب الفكر العشوائي في البناء، لا انا النهارده بعيد هيكله تنميه محليه، بعيد هيكله تنميه مستدامه، بيحول المسار لعكس الذي حدث. انا النهارده بعمل عمليه تفاهم، بعمل عمليه وعي للمواطنين، خلي بالك احنا عندنا خطه الدوله فيه مستقبلا هيبقى في مخللات لبعض القرى، والامر ده حاصل بشكل كبير في الريف، حاصل بشكل كبير في الصعيد. بدات اعمل التوعيه، بدات اقنن الاوضاع، بدات اعمل عمليه تفاهم. هنا انا يعني بنجد الارض الزراعيه، بيبقى عندي شيء من التنظيم في داخل الرقعه الزراعيه وداخل الريف، الحاجات الخاصة اللي بتخل بالسلامة الإنشائية للبناء، بعض الضوابط اللي موجودة اللي نظمتها اللائحة التنفيذية للقانون، اشتغلت على عدم التعدي على خطوط التنظيم. بدأت الدولة المصرية من خلال هذا القانون في هذا الصدد تعيد الأمر إلى نصابه الطبيعي. تمام دكتور ياسر. طيب احنا ضفنا استاذ طارق فتح الله خبير التطوير العقاري لتعقيب على كلام حضرتك، اتفضل يا دكتور. مساك الله يا دكتور ياسر. استاذ طارق بخير يا فندم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. ربنا يخليك، الله يحفظك يا فندم. طبعا انا مقتنع بكل كلمه انت قلتها يا دكتور ياسر، خاصه في موضوع الاراضي الزراعيه، وعشان كده بيتم اصدار احوزه عمرانيه متضمنه متخللات المباني وفقا لمعايير حقيقيه، مش دفتريه. مؤكد. عشان وانشاء مركز تنميه للقريه التي يتم تغيير احوزتها العمرانيه. السطر ده من شانه بيحقق كلام حضرتك في القانون. تمام يا فندم، تمام، وانا متفق تماما. انا متفق بالزبط. تماما مع هذا القانون. احنا محتاجين نحمي اراضي زراعيه بتاعت بلدنا، لان او تاكلت في فتره او على مدار الزمن كله تاكلت بنسبه غير عاديه، واحنا بنزيد سكاننا بنزيد مليون وشويه كل سنه، يعني بنزيد مليون وشويه والارض الزراعيه بتتاكل مليون وشويه. يعني طبعا دخول القانون بهذا الشكل، بس المهم تطبيقه، لان حتى ما بقاش يعتمد على التصوير الجوي، ابتدى يعتمد على الواقع ايه على الارض الحالي. التصوير الجوي ده كان 2017 2017
تمام. لكن دلوقتي هو يعتمد بقى على الوضع الحالي ايه بعد 2017، مش تصوير جو بقى. طارق بيسمح لي اللي سمع غير اللي عاش، اللي عاش في الريف النهارده لما بيبقى السكن العيله او الاسره فيها ثلاثه شباب، الثلاثه شباب او الاربعه شباب طبعا نمو سكاني رهيب بيعرقل مسيره التنميه، يبدا البيت في الريف بيبقى تقيل زي ما بيقولوا، بيبقى مزدحم لما بيتجوزوا الثلاثه او الاربعه، بيبدا كل واحد فيهم بينزل في كان في السابق واحد عنده فدان ارض يبدا يعمل جامع في اخر الفدان عشان ينزل خط الكهرباء وسيله، يبقى وسيله له عشان يبني بعد كده على حس الجامع. يبدا يقطع الارض يستفيد من الثمن، القصه بتبقى صعب جدا جدا جدا. كمان بيطلع يروح يقدم ممارس على عداد كهرباء ويبدا بعد شويه يعمل تصالح ويدخل من الباب الخلفي للدوله، وكل القصص دي كانت ماشيه عشوائيه. كمان في غفله من الزمن في احداث 2011 بدات الادارات المحليه، النهارده انا يمكن بحيي حضراتكم، بحيي القانون، بحيي وزير التنميه المحليه السابق والحالي لان هم بيشتغلوا على تنميه محليه. بس انا عايز بحضرتك خدمه يا دكتور ياسر بقى فرصه واحنا مع احمد بيه، ان احنا برضو انا وحضرتك وغيرنا عايزين ننزل نوعي او نصحي ضمير الناس المصريين اللي هم بيستحلوا اجود اراضي زراعيه ويحولوها لمباني. عايزين تمام، انا مع حضرتك. نعمل لهم رساله بقى في الاعلام احنا اهو في مسبيرو، يعني نوجه لهم ننزل بنفسنا نقعد يعني نصحي الضمير الانسان اللي مات جواهم وحلل لهم الحرام كانه حلال. ما هو القانون بيحظر ده يا دكتور، ما هو بيحظر حاجه لكن برضه هتجد حالات بتحصل دكتور ياسر عارف، هتجد مخالفات بتتم. قضايا يا طارق بيه، قضيه الوعي هي قضيه القضايا كما اكد السيد الرئيس عبد الفتاح. صحيح صحيح، والوعي الوطني كمان تحديدا كمان يا دكتور ياسر. بالظبط، يعني احنا بنتمنى انه من خلال برنامجنا وكافه البرامج الاعلاميه توصل رساله فعلا للمواطن المصري، ويمكن هذه التشريعات والقوانين بتكون الحقيقه ردع لكل المخالفين. انا بشكرك جدا دكتور ياسر شحاته خبير التنميه المستدامه والتنميه المحليه. برجع لك تاني استاذ طارق نتكلم بقى بتفصيل عن الحالات اللي بيتم التصالح فيها وفقا لمشروع القانون. في انواع مختلفه، يعني في حالات اللي هي تغيير استخدام اللي كان في قانون 2017 اللي عمل تغيير استخدام بعد القانون ده كان حالته واقفه، النهارده لا حالته هتمشي بعد تطبيق القانون لانه ده 22. صحيح. فدي حالات كتيره جدا جدا هيستفيد بيها الناس. اللي احنا قلناه دلوقتي والدكتور مع الدكتور ياسر ومع سعادتك اللي هو الاحوزه العمرانيه متضمنه متخللات، دي برضو هتساهم كتير جدا في وضع بقى الاراضي الزراعيه بالواقع العملي ايه فين وايه اللي ينفع منها يتبني وايه اللي ينفع ما يتبنيش، اللي هي متخللات هي اللي بيقول عليها اللي تنفع للبناء ايه هي، عشان بعد كده بس انا بقى كمان بناشد المشرع بعقوبات لمن يخالف بعد ذلك، عقوبات مشدده تصل الى المؤبد، مش مخالفه ماليه، سجن مؤبد. ارض زراعيه دي يعني يكون لها عرض شرفي، اللي يقتلها يبقى ما لازم يحاكم وتشد. لما شد من يعني امن العقاب اساء الادب، هو بيقول لك غرامه وادفعها، لا انا عايز يبقى المشرع بناشد المشرع والحكومه ان هم يطلعوا يصدروا مجلس نواب يوافق على عقوبه السجن المؤبد لمن يتعدى على الارض الزراعيه بعد هذا القانون، لان بعد كده ما حدش له حجه، اللي هيرجع تاني يخالف ويتعدى على الارض الزراعيه لابد من عقابه بالسجن المؤبد. ده مجرد راي واقتراح. الحاجه الثانيه مزايا القانون ان هو قسط لك المده من 3 سنين خلالها 5 سنين. يعني ما عندكش حجه بقى، يعني ما فيش مشكله عندك، ولو انت هتدفع كاش هيخصم لك ال 25%. فدي حاجات مزايا لصالح المواطنين ان هم يعني يجوا بقى يقدموا تصالح ويقننوا وضعهم وياخدوا نموذج 10. طيب المخالفات البنائيه اللي بيحظر فيها تقنين الاوضاع والتصالح ايه هي؟ في مخالفات هي لا مش 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 يحظر، لكن لازم موافقه السيران المدني اللي هي خاصه قريبه من المطارات، قريبه من حاجات اراضي الاثار، لازم موافقه الاثار والسيران المدني. موافقش يبقى ممنوع، ما يقدرش فيها تصالح. يعني
حسب رد الهيئة المختصة أو الجهة المختصة. لكن هو القانون الجديد يعني فتح الدنيا كلها للناس، يعني من اللي أنا قريته مشروع ما فيش حاجة واقفة يعني قصاده. نعم. كله يقدر يشتغل، كله يقدر يصالح، بس روح تصالح بس، وكمان قصاد الدولة تانية تجهز له أدوات التصالح عشان ما يتعذبش في عدة شهور رايح جاي رايح جاي ومش عارف يبتدي منين وينتهي لفين. تمام. دي حاجة مهمة تانية في القانون، إن هي ما ينفعش التصالح على المتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، دي ما فيهاش تصالح. يعني دي هتوقع القصر، يعني العمارة هتقع المبنى، دي ما فيهاش تصالح. ما دام أنت خالفت السلامة الإنشائية من خلال أستاذ كلية الهندسة أقره بده، يبقى ما فيش تصالح عليه، حظر التصالح على السلامة الإنشائية. تمام. ده اللي موجود في أحد بنود المشروع دي، بتهدد حياة المواطنين. طيب المشروع القانون بينص على مادة انه بيجوز موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان او وزير التنمية المحلية التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، بشرط موافقة الآثار والتار المادية وموافقة وزارة الزراعة بتاع نهر النيل. لازم الجديد يوافق، ما حركت ما كملتهاش، لازم موافقة منهم. افرض ما وافقوش، ما قدرش الصالح. لأن وزارة الزراعة عارفة نهر النيل ده الحتة النقطة دي تصلح للمصالحة ولا لأ، الآثار عارفة إن هي المنطقة دي أثرية فيها آثار ولا لأ، الطيران المدني عارفة دي المنطقة دي خاصة بالارتفاعات بتاع الطيران ولا لأ. لازم شروط الحاجات دي، لازم شرط موافقة هذه الجهات. تمام. إزاي مشروع القانون حدد مقابل التقييم والتصالح أستاذ طارق؟ كل بقى بند وما لسه هيجي بقى في اللائحة التنفيذية، لكن حسب القانون القديم كان مثلا اللي هو اللي عايز تغيير استخدام شقة من سكني لإداري أو تجاري حسب عرض الشارع وحسب المنطقة اللي انت فيها. يعني مثلا منطقة المعادي نوعين، المعادي العادية اللي هي القديمة دي غالية يعني التصالح فيها المتر ب 1400 جنيه، البساتين لا عشوائيات ففيها تصالح ب 1100 جنيه، فهي ما بتحطش تحت تسعيرة واحدة أو موحدة للكل. حسب نوع المخالفة، هل زراعية ولا سكنية ولا دي، بتنظر كلها بتظهر في اللائحة التنفيذية، لسه أرقامها المالية ما ظهرتش، ولكن السداد بتاعها ظهر اللي هو على خمس سداد 25% والبيع على خمس سنين. لو حبيت أنك أنت تقسط، حبيت تدفع كاش نقدا بتاخد خصم 25%. تمام. يعني لا القانون تمام. أنا بشكرك أستاذ طارق فتح الله خبير التطوير العقاري. بنروح لموضوع آخر بيدور أيضا في قضايا تشريعية، وهو موافقة مجلس النواب على قانون المجلس الأعلى للسيارات، والذي يمنح المصريين المغتربين بالخارج الموافقة على استيراد سيارات خاصة لهم بدون جمارك. تفاصيل أكثر في هذا التقرير وبعد متابعة لهذا الموضوع، كونوا معنا. موافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا، يتفضل بالوقوف. شكرا. موافقة. وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، حيث جاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضى منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع. كما ينص مشروع القانون على إعفاء جميع السيارات من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، بما يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة. بخلاف ان اعفائه من الرسوم والجمارك ده تحقيق طفرة
والدوله اختارت توقيت مناسب بحاجه لتحقيق تكمله مشروعها في الداخل، وهم جزء من مصادر الدخل القومي، لذا اؤيد مشروع قانون. ويشير مشروع القانون الى استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمه بالمقابل المحلي للعمله الاجنبيه المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء خلال 2 أسبوع من تاريخ العمل بالقانون القرار المنفذ أحكامه، متضمنا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. وفي الجلسة ذاتها استدعى مجلس النواب وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي بعدما تقدم عدد من النواب ب46 طلب إحاطة وسؤال حول العملية التعليمية والمشكلات التي تواجه التعليم من مشكلات مدرسين وأبنية تعليمية وغيرها، حيث أكد حجازي أن الوزارة مستمرة في خطة التعليم لأنها خطة دولة وليست خطة وزير، مؤكدا أنها نقطة تحسب للحكومة ولمجلس النواب. في إطار سعي الحكومة لتوفير تيسيرات للمصريين في الخارج ومنحهم مزايا خاصة، تمت الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة، والذي بمقتضاه يستطيع المصري الذي لديه إقامة في الخارج الحصول على سيارة خاصة معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية. من مجلس النواب، رمضان المطعني، النيل. إذن تمت الموافقة على قانون إعفاء المصريين المغتربين أو المقيمين بالخارج من الضرائب على استيراد سيارات خاصة بهم. معنا للتعليق حول هذا الموضوع المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني قانون لاقى ترحيب الحقيقة وموافقة من مجلس النواب. أهمية هذا القانون سواء بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أو بالنسبة للسوق السيارات في مصر؟ لا، أهمية المشروع بالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطن. بعد كده نتكلم على سوق السيارات المصري وما يشهده من جشع بشكل كبير جدا في فترة يعني كبيرة جدا إحنا بنشهدها، دي ما بيشهدهاش أي دولة في العالم إلا مصر. لكن في البداية نتحدث عن هذا القانون الجديد الذي يتيح للمغتربين في خارج الدولة باستخدام سيارة، ليست سيارة واحدة، إذا كان الشخص متزوج ولديه أطفال وأولاد كل منهم يحمل بطاقة، يحمل إقامة رسمية للدولة اللي بيعيش فيها، من حق أنه يجيب سيارة زي السيارة بتاعت الوالد والوالدة والأبناء. مش مهم يكون عندهم هم كمان حسابات بنكية مر عليها 3 شهور، لو الإقامة بتاعت الوالد بتسري ولديه حساب بنكي من 3 أشهر ممكن يعمل الودايع كلها على حسابه الشخصي، ما فيش فيها أي مشكلة. هنا بنتكلم على أن هذا المطلب هو مطلب جماهيري منذ فترة طويلة لم تنتبه الدولة إليه أو لم تعيره أي اهتمام، ولكن نتيجة لما تحتاجه الدولة الآن من عملة صعبة في هذه الأيام نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي على مستوى العالم، نتيجة لأشياء كثيرة، قامت الدولة بعمل هذا القانون والموافقة عليه النهاردة من المجلس. ده يتيح للناس اللي موجودة بره بتجيب السيارة في موديل السنة 22 أو 21 أو سنة 20 ماكسيمم، ما يقدرش يجيب هو 19 أو 18 أو 17. يبقى احنا هنا بنتكلم على كده تم تحديد الفترة 3 سنوات دول ليه؟ عشان السوق المصري ما يبقاش يعني مخزن للسيارات القديمة الموجودة كلها في الخليج أو في أوروبا. يبقى هنا بنتكلم على إن السوق، عايزين السوق ينتعش. هينتعش إزاي؟ لما تيجي سيارات نفس موديل السنة أو قبليها بسنتين. ده هيعمل حركة في السوق، لأن السوق بيشهد يعني اوفر برايس وبيشهد جشع من الوكلاء والموزعين والتجار بشكل كبير جدا على المواطن المصري في هذه الفتره، بشكل ان احنا كنا بنلاقي سياره مثلا ما لهاش ذكر يعني ثمنها 2500 جنيه بنلاقي ثمنها دلوقتي 500 و600 الف، العربيه اللي ثمنها 500 الف بقت بمليون، مليون و200 الف، العربيه بمليون بقت ب3. فده ما بيحصلش في اي مكان في العالم. ليه؟ لأن كل دول العالم لديها من القوانين الحاكمة التي ترضى على الوكيل والموزع والتاجر إن هو ينهب أو يبقى عنده الجشع ده كله تجاه المواطن اللي بيشتغل معاه في الدولة. يبقى دي الميزة الأولانية. الميزة الثانية هنا كمان إن إحنا بنقول إن هذه القيمة من جمرك وجدول وخلافه
وقيمه الضريبه المضافه، كل ده هيتجمع للسيارات حسب الساعه اللتريه، اذا كانت 1300 سي سي 1600 1800 2000 اكثر، كل ده هيتحسب في جدول معين وهيتحسب قيمته لكل السيارات اللي موجوده في السوق، وهيتقال العربيه ال 1300 عليها قيمه كذا. صحيح. يعني بما يساويه الوديعه، بما يساويه من العمله الصعبه، وتحطها في البنك، هيبقى بنك وطني اكيد تابع لوزاره الماليه. تعدي عليك خمس سنين تاخد نفس المبلغ اللي انت حطيته بدون اي فوائد، بدون اي زياده، لكن تاخد المبلغ بالعمله المصريه حسب قيمه الدولار. يعني على سبيل المثال النهارده الدولار مثلا بيساوي 20 جنيه على سبيل المثال، بعد خمس سنين لو بقى ب 25، لو بقى ب 15، لو بقى ب 50، زي ما تكون قيمته، هتتحاسب على قيمته في الوقت اللي ايه؟ الوقت اللي حضرتك هتاخده بعد خمس سنوات. الميزه كمان هنا عندنا ايه؟ ان احنا دلوقتي حتى لو انت مش عايز تدفع القيمه دي، على سبيل المثال لو القيمه 10,000 دولار وانت مش عايز تدفعهم، وحضرتك اخترت سياره كهرباء. السيارات الكهربية النهارده هي حلم كل دول العالم النهارده. لو جبت السيارة الكهربية، أول حاجة السيارة الكهربية ما عليهاش جمارك، يبقى أنت هتدفع فقط لا غير قيمة الضريبة، القيمة المضافة والجدول والتنمية بتاعها كلها بالظبط حاجة بتاعت إيه 16-17% من ثمن العربية. ثمن العربيات بره رخيص، وكمان خاصة لما تكون أنت ما بتاخدش الموبيل بتاع 22، لا بتاخد ال 21 أو ال 20. ليه؟ على سبيل المثال في الخليج مثلا ثاني سنه على طول الناس بتحب تغير الموديلات كلها، فبيستغنى عن الموديل القديم بتاع السنه اللي قبليها، فما يعني ما بيكونش مهتم قوي بالثمن نفسه اللي هو كان مشتري بيه، تلاقي السعر هيبقى كويس جدا، فهتدفع على القيمه اللي انت ايه اللي انت دفعتها، فدي تبقى حاجه مناسبه قوي. السيارات الكهربيه كمان هنا هتخفض لك قوي الوديعه اللي انت بتحطها، وده هيبقى ميزه للدوله المصريه. ليه؟ لان مصر النهارده داخله على كوب 27 بالظبط، بتتكلم على معدلات الانبعاثات الكربونيه طبقا لمؤتمر المناخ، وده هيرجعنا خطوه للخلف. يعني 21 ابريل الماضي 2021 اجتماع الرئيس بايدن مع 40 ليدر على مستوى العالم، وتعهدت كبريات الدول وكبريات شركات الصناعه على مستوى العالم خاصه الصين للعمل على خفض معدلات الانبعاثات الكربونيه بنسب تتراوح من 40 الى 60% من قيمه الانبعاثات. هتلاقي استهلاك على سبيل المثال دوله الصين تستهلك الفحم على سبيل المثال وهو الاعلى على مستوى العالم في نسب التلوث والسميات اللي بتحصل خاصه في الاطفال من سن سنه ل 10 سنين وما يسببه من امراض ربو وخلافه. بتتعهد الدول انها كانت بتستخدم حوالي 85% من الوقود بتاعها من الفحم، النهارده نزلت بتشتغلوا على 55%، بكره ولا بعده لغايه سنه 30 تقريبا هيضمحل الفحم، هيضمحل كل الوقود الاحفوري بنزين وسولار، وكمان هنقلل خالص جدا 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 من نسب استخدام الغاز، هنشتغل على السيارات الكهربيه، القطارات الكهربيه، وده هيرجعنا خطوه للخلف في توجه مصر طبقا لتوجه العالم كله. زي ما بتشتغل، لو حضرتك شفت افتتاح محطه عدلي منصور الاكبر على مستوى الشرق الاوسط في محطات الترانسبورتيشن النقل، هتلاقي فيه سبع وسائل مواصلات موجوده من سيارات صغيره وحافلات وقطارات ومترو وبي ار تي اتوبيس كهربائي وخلاف، كل هذه الوسائل بتشتغل عن طريق الكهرباء. ده بيعمل ايه؟ احنا كان عندنا الفحم الاعلى تسمم، بعد كده البنزين، بعد كده الديزل، بعد كده الغاز. لا نعم انا كنت اتمنى نعم. دكتور يخلوا عربيات الكهرباء مده كل دول العالم كمان النهارده بتشتغل على ما يسمى بالهيدروجين الاخضر والنظيف. نعم. كل الناس متجهه في هذا الاتجاه، يبقى كل اللي بتعمله الدوله النهارده عشان توفر لنفسها هي عمله صعبه، وده هي مطلوب ليها، وده لا يخفى على القاصي والداني. رقم اثنين، المواطن هيجيب عربيه حديثه ومش هيدفع عليها اي قيمه، هذا المبلغ يعتبر في الحصاله لمده خمس سنين، هيبدا ياخده ثاني فما عندوش فيه مشكله. فبقى هنا الدوله بتلعب مع المواطن جيم اسمه وين وين. نعم. الدوله بتكسب والمواطن يكسب. كل هذه المنظومه كلها بتدور في فلك ايه؟ ان احنا نرفع كمان الروح في السوق. ليه؟ وجود العربيات دي بشكل كبير. انا نسيت بس اقول ان فتره الاربع شهور دي هي فتره بسيطه جدا، والناس مش ايه؟ يعني احنا مش هنلحق نعمل فيها شغل في اربع اشهر. ليه؟ لان احنا عندنا في مصر في مشكله، يعني لما كنا في دبي في سياسه الشباك الواحد، كل حاجه بتخلص في الشباك الواحد في 30 دقيقه. فالناس هنا في مصر بتبقى الان عايز يجرب الاول ويسال واحد جرب. صحيح. صحيح. عملوا ايه كذا، فتسال وتعرف. فلازم احنا نسخر كل هذه الامكانيات ونشتغل
تيم وورك، يعني كل المؤسسات تشتغل مع بعضها عشان تخرج هذا المواطن بشكل آدمي صحيح في وقت كويس جدا بدون اي تلاعبات نهائيا عشان يقدر يشتغل على هذه المنظومه. ده بشكرك، شكرا ليك مهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات. وده كان آخر موضوع في فقراتنا النهاردة في قضايا تشريعية. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من قضايا تشريعية. إلى اللقاء.